معي عبر الهاتف سعادة دكتورة مريم عذبي الجلهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. أهلا ومرحبا بك في نشرة أخبار الثالثة. إذا كان هذا التحول الإلكتروني في تراخيص المؤسسات الصحية قد انتهت منه الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، نعلم أن مثل هذا التطور يفيد بشكل كبير هذه المؤسسات الصحية الراغبة في الترخيص أو التي تعمل حاليا في مملكة البحرين، لكن كيف تستفيد الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من مثل هذا التنظيم ومن وجود قاعدة البيانات الواسعة للمؤسسات الصحية العاملة في المملكة؟ نعم، مساء الخير. وكما بينتم في التقرير أن هذا التحول الرقمي جاء بناء التوجه الحكومي واستراتيجية الحكومة لتحسين الأداء الحكومي، فبالتأكيد أن الانتقال إلى نظام إلكتروني عبر الحوسبة اللي تقدمها الهيئة بل وينجزها بسرعة أفضل. فلكم أن تتخيلوا بعد أن كان عندنا هناك طابور من الانتظار لتقديم طلبات التراخيص والحضور الشخصي لاستلام هذه التراخيص، الآن أستطيع أن أقول أن هناك صفر مراجعين لدى الهيئة فيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصحية. أصبح كل شيء في متناول المؤسسات الصحية عبر هذا التطبيق اللي أطلقنا عليه منشآت نسبة إلى المنشآت الصحية. أصبح لدى كل مؤسسة صحية حساب خاص، وحتى نحسن الخدمة وضعنا يعني منسق لكل مؤسسة بحيث أن تتابع أمورها لو تحتاج أي متابعة أو تفسيرات. في هذا عبر هذا الحساب تستطيع المؤسسة الصحية عبر الشخص المخول فيها سواء كان المدير الإداري أو المدير الطبي أو غيره من طلب أي شيء يتعلق فيها فقط بضغطة زر. يعني تبغي تجدد الترخيص، تريد أن تعين موظف أو مهني جديد، تريد أن تضيف خدمة، كل هذا يتم عبر الموقع الإلكتروني بكل بساطة، ويكون الردود عليها إلكترونيا، حتى الرسائل تطبع إلكترونيا المطلوبة مثلا الهيئة تنظيم سوق العمل أو غيرها. وفوق هذه تم ربط هذا البرنامج منشآت بتطبيق إلكتروني للهواتف الذكية الأول من نوعه في المملكة للمفتشين الصحيين التابعين للهيئة. دكتورة، من يمتلك ميزة الولوج لهذا النظام؟ هل هو فقط خاص بالهيئة الوطنية أم بإمكان المواطنين أيضا الولوج له من أجل ربما تقييم الخدمات الطبية، من أجل اختيار مقدم الخدمة؟ لا، النظام منشآت هو يخص فقط التراخيص والإجراءات المتعلقة بالرقابة على المؤسسات وترخيصها. بالنسبة للمواطنين يستطيعون الدخول على موقع الهيئة الإلكتروني، هناك يستطيع المواطن أن يقدم شكوى لوجود خطأ طبي مثلا، أو يمكن أن يطلع على البيانات المفتوحة للهيئة. ماذا يميز هاي البيانات؟ في كل أسماء كل الأطباء في مملكة البحرين وتخصصهم، أسماء المؤسسات الصحية والخدمات اللي تقدمها، وفوق هذا أسماء الأدوية جميعها وأسعارها التي تحددها الهيئة والوكلاء المعنيين فيها. شكرا جزيلا. هذا كله تحت البيانات المفتوحة. شكرا جزيلا لك سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.